هلا شباب، معاكم صالح. اليوم رجعنا لكم بالحلقه الاخيره من سلسله تختيم كراش بانديكوت ذا راث كورتكس. هنا لازم اروح برد قال لان القنابلين صعبه اتجاوزهم. اوكي، اوه حلو تمام. انت بعد اوه قتلت هذا اللقلق، طاير اللقلق ذاك. طيب طبعا يا شباب، هذه ما هي بمرحله سريه. ليش انا بديت هنا؟ انا بقول لكم يعني ليش، لان في حركه سريه هنا باخذها بوريكم اياها انا. اوكي، يعني شوفوا حركه كوكو كذا تنزل على طول، بس في حركه اخذها هنا. هذا طبعا مكان سري، مرحله رقم 8 بالمجموعه الثامنه، بالمجموعه الثانيه من المراحل. اوكي، في حركه اذا اخذتها كوكو كذا تبدا تدور، بعدين كذا تطيح على طول. اوريكم اياها الحين. اوكي هوبا، وحتى كراش بعد يسويها اذا انا اخذت هذيك الحركه. اوه قنابل، الله يستر. اوه لا راح بردقه، بس يلا مو مشكله. اوكي هذه هي الحركه قدامي، حسبت نفسي انا مثلك الحمد لله. اوكي، اوه نفس عميق. هوب الله. هذا هي، شوف الحركة الحين. خلاص داري. شوف الحين الحركة، الله شفتوا الدور. اوكي، هذه طبعا اخر جوهرة سرية من المراحل الاساسية، مو بالمراحل السرية، هذه اخر جوهرة سرية. اوكي طبعا انا يا شباب، عشان نفتح المراحل السرية لازم نجمع 25 مفتاح. انا جمعت طبعا 25 مفتاح، خلاص فتحت الحين المراحل السرية كلهن. فتحت يعني المراحل السرية كلهن لاني جمعت 25 مفتاح. باقي النهاية السرية، شلون نفتحها؟ النهاية السرية يا حبيبي لازم تجمع كل الجواهر، لازم تجمع كل الجواهر السرية والجواهر حقات الكراتين. طبعا هذول المراحل السرية خلاص فتحتهن انا كلهن. اوكي، طبعا ما في كريستالات، المراحل السرية هذولا ما فيهن كريستالات ابد، كل اللي فيهم بس جواهر وبس. جوهرة حقت فوز وجوهرة حقت فوز بدل يعني شو اسمه الكريستالة حاطين، وجوهرة ثانية حق الكراتين ما فيها بونص طبعا. اوكي نلعب كوكو مرة ثانية. اوكي معليش يا شباب، تحملوا الاعدادات. شو اسوي، الشاشة طلعت بيضة زي شو اسمه، يعني زي ما تعرفون انتم شكل المرحلة هذه. يا ساتر كله ظلام، شكله صعب شوي. برتقاح حلو تمام. كراتين لازم ما اضيعهن، لازم اخذهن كلهن، ما اضيع ولا كرتون لازم، لاني اذا ضيعت كرتون ما اقدر اخذ الجوهره حق الكراتين، وبالتالي ما اقدر يعني افتح النهايه الثانيه، ما اصير فتحت النهايه الثانيه، لازم كل الجواهر. حبيبي سهل انت، سهل. اوكي اقتل الساحر المشعوذ. حلو، ذبحنا الساحر المشعوذ. طيب افتح انت، افتح. تشيك بوينت. اوكي الكرتون هذا اخذناه، ويا سلام لازم الكرتون اللي تحت القنبله بتفجره. هبا. يا شيخ المرحله ذي احس انها تشبه المرحله اللي لعبها كراش، اللي لعبت بها انا بالحلقه اللي قبل، تذكرون؟ ما ادري تذكرون ولا لا، لكن في مرحله احس انها تشبه المرحله ذي. يا ساتر شكلها هذه يعني صعبه شويه، بيلي اركز لان قنابل تحتي. اوه لا الجوهره هذه. اوكي اشوف، خزنت الحمد لله الحمد لله. اوكي خلنا نصبر بعد زياده، خلنا نصبر زود. بسرعه انتي فتحي، يلا انتي بعد. اوكي اوه لا الجوهره، والله بغيت اضيعها. شفتوا زي ما يعني زي ما لاحظتوا ما في كرساله يا شباب، حاطين جوهره بداله، لازم من الكراتين بعد كلها. كم والله 112 واجدين الكراتين مره. اوكي تشيك بوينت ممتاز، خذ هذا الوجه. اوكي حلو الحمد لله، الله شوفوا دارت يعني لاني اخذت الحركه هذيك اللي تدور. اوكي الله لا شلون اخذ ذي عاد. اوكي كذا، اوكي برتقه بعد. اوه يا قهر 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 قهر. اوكي بسوي كذا عاد، ما انا مخاطر. اوكي هوب. الحمد لله هالمره نجحت الخطة تمام. اوكي خذ الكرتون بعد هذا، كسر بعد ذا. هذا شكل لازم اروح برتقة، شو اسوي؟ اوه توقعت، لانه لازم اروح شو اسمه يروح علي برتقة، صعبة شوي ما اقدر اتجاوزه. رجع مرة ثانية برتقة. اوكي رجع مرة ثانية، اوه الحمد لله. اوه ماي جاد، اوه ماي جودنس، اوه ماي جودنس، والله خفت. اوكي اهم شيء تحركي انت يا بنت، تحركي. انا اسوي سيف حبيبي. اوكي
امشي 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 امشي. تشيك بوينت 36 كرتون، والله احس اني بطيء بتجميع الكراتين مره. شكل اكثر قنابل بس يعني شكل. اوه برتقا 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 برتقا. لبس القناع انا. اوكي في شيء هناك، ما ادري اذا في شيء ولا لا. اوكي راح علي برتقا، ما في شيء، راح برتقا على الفاضي. سويت اللودينج علشان ارجع برتقا، بس هناك المكان ما في اي شيء، فاضي، رحت انا على غير فايده وضاع برتقا على غير فايده. اوكي اوه لا في تعجب هذه. طيب اوكي نحاول نجيبه نركز بس. اوكي حلو، من اول محاوله حبيبي. ايش فينا؟ لا قنابل تلعبون علي ها. طيب مو مشكله، كذا هب هج عنا، خلاص هج انحش ان شاء الله كل الكراتين. تمام هذه مرحله عدناها، اخذنا الجوهره حقت الفوز والجوهره حقت الكراتين. يلا اللي بعده ان شاء الله. اوكي كراش يرجع، كراش عد الينا، هيا عد يا كراش، عد رجع كراش. يلا اللي بعدها. اوكي طيب ما ادري وش العب باي مرحله. اوكي بلعب هذه ولا هذه؟ لا هذه اتذكرها، برتاح منه، ما احبه ابد. كان في كرتون 86 بس، ايش هذا؟ قليل مره، انا حسبته بالمئات الكراتين، لكن والله شويه بالحيل. اوكي شوي لازم الكراتين كلها، اتوقع ان هنا في كراتين. شفت هذلك في كراتين، لعبوا علينا يعني ان مغبين الكراتين هنا. طيب اوكي لازم اضيع شيء انا. لازم نرجع هناك فوق. طيب خلنا نرجع فوق، نروح فوق هناك، الطريق هنا اتوقع، الطريق هنا شكله في هذا شو اسمه نيوتروبيا. اسمع صوت الطلقات حقاته. توقعت مو بنيوتروبيا، اسمه انتروبيا. اوكي حلو اوكي شوي بالهدوء يا صالح. تايني موجود هنا بعد، المزعج هذا. اوكي لا طيحني هالمره، ما راح تطيحني. اصبر لحظه، والله ما اروح هنا انا، ما انتبهت لذا الطريق. خلنا نرجع. شوفوا البلاطات هذول اللي تتحرك. الحمد لله. اوكي خلنا ادعس هنا، ابي اجرب كذا ادعس. دوس ادعس، طحت. يا ابي حرمتي في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. لازم شوي. اوكي امش، الحمد لله تمام فانتاستيك، ذاتس فيري جود، ذاتس وات اي ام توكينج اباوت. هذا ما كنت انا اتحدث عنه. هناك 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 يا كراش، هذا الكراتين هذولا. 19 افا، كل التعب ذا وبس 19 كرتون. كم الحين؟ 24 خلاص. اوكي الحين كم؟ 25. ما اخذت الا كرتون واحد انا، ليش اشوف؟ طيب مشينا شوي الحمد لله. كنت سوف اذهب فيها، اروح فيها واذهب وطي. طيب شوي حبه. لا طويل ذا الطريق مره. طيب ليش موديني هنا؟ طيب روح هنا، ما ادري انزل تحت، خلنا ننزل تحت. شوف تحت ايش فيه. طيب هنا يوديني نفس الطريق بعد، نفس الشيء. اوكي هنا اتوقع نفس الطريق. اوه لا كم معي برتقا، حلو انقذني الحمد لله، انقذتني يا برتقا يا اكو. هذا تشيك بوينت. طيب هنا شوفوا البلاطات هنا كلها تتحرك، يا ساتر والله ناسي المراحل ذولا. اوكي طيب ما ادري. اوكي هنا بعد فيه كراتين، لازم ما انسى شيء، لازم اتركن هنا. اتوقع انه فيه والله اني متوقع. ترم 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 ترم، هذه معناه الاغنيه، هذه معناه لازم امشي شوي. هذه اغنيه ايش؟ النمر الوردي. ايوه صح. اوكي والله سرعت شوي، دست
الظاهر ان فكرتي ناسيهن، انا احس ان فكرتي ناسيهن. وصلت انا الفوز لكن احس ان فكرتي ناسيهن، حتى لو فجرت القناة بالخضرة. شوف ايوه في قناة في كراتين ناسيهن انا. اوكي يبي لي ارجع عاد، يبي لي ارجع. اوكي هذا كرتون. هذولهن، هذول بعد كراتين. طيب شكلي بعد لازم ارجع زود اتوقع. هنا في هنا الا في كراتين، شفتوا قايل لكم انا. اوكي ان شاء الله كلهن هنا. اوكي يا كراش شوي شوي، ما ادري هنا ولا اروح قدام، لخبطيني. دخت انا دخت. اوه بعد شوفوا الجوهرة، بعد هذه بعد الجوهرة بغيت انساها. اوكي خلاص جمعت كل الكراتين، الحين نروح لما الفوز. وفزنا الحمد لله. نشوف اللي بعده، نختار. اوكي هذه ايش؟ اي هذه مرحلة تزلج. لا هذه خلها بعدين، هذه حماس. هذه ما ادري هذه ولا هذه، هذه ترى كلها مرحلتين سباق على فكرة، ذكرهن. روح لذي، روح لذي، روح لذي. اول ثلاثة اثنان واحد انطلاق. جو ليتس جو. نسابق كرانت بالله. راح يمين، راح يمين، هنا مغطي على الشاشة كلها ما اقدر اشوف زين. راح يمين هو، خليه يروح يزار زين. اوه لا يا ساتر، قنابل 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 قنابل. اوكي قنابل، الحمد لله اخذت كل الكرتين. خلينا نسوي له سيف. اوكي والله كان مكان صعب صراحة. الحمد لله الحمد لله. خذ 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 الكرتون ذا، لا تضيع كراتين كراش. خذ خذ افتح علامة التعجب ذي. الحق كرانش، سبقنا كرانش، انا المركز الثاني. ايش ذا؟ لا راح علي برتقال. مو مشكلة مو مشكلة. اشو انه كان معي برتقال، بس اني ما شفته انا برتقال معي. اسبق كرانش، وخر كرانش، اخر عن طريقي. اعد ما اقدر اشوف زين سببك يا الدب. اوكي ابسبك انا، ابسبك معني منك. لا تعال يا الدب، تعال تعال. ها خايف خايف، ها خايف خايف خايف. والله لاحق لاحق، ابسبك غصب عنك. راح بردقة بس انا بسبك كرانش اهم شيء. هل بردقة بس يموت بالطقاق؟ ما نبي ما نبي بردقة. روح هنا خذ 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 الكراتين هذولا، خذ هنا وروح لما الطريق ذا علشان اسبق كرانش. طيب خذ علامة التعجب ذي. لا شكلي ما انا مسابقه انا. اوكي لا 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 بقالي بقالي دور، بقالي اصلا بقالي دوره. انا الاول انا الاول. اوكي انا زين اني سويت اللودينج لاني عديت المكان اللي فيه الكراتين، بغيت اضيع كراتين بس ما اضيع شيء. هذا بعد هذول لا تضيع شيء يا كراش. ابتل الاول، خلنا اخزن. ابتل الاول وفز على كرنش الاحمق الدب. اوكي رحينا رحينا يسار 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 كراش علشان تاخذ الكراتين اللي انت ما اخذتها. اوكي خلاص اخذت كل شيء الحين، ما بقى الا القنابل بس، افجر القنابل وبس. اوكي خلنا نروح لمذا الطريق، ما يحتاج لا الف يمين ولا يسار. اوكي خذ علامة التعجب ذي. خلاص اخر دوره الحين. يا سلام اخذنا الجوهرة، فزنا على كرانش. والله يا تستاهل تحية يا شباب، صراحة تستاهل تحية. نروح مرحلة السباق اللي بعدها الحين. اوكي باقي لنا مرحلتين، ثنتين فقط، ثنتين. هنا بنسابق الدب. ثلاثة اثنان واحد بسرعة ننطلق نحارب دب. حاربنا دب او نسابق دب، عشان نحارب دب. سابقنا دب كرانش، وهالمرة دب ابيض، دب قطبي، لان احنا بالقطب الشمالي. ايوه ايوه اسبقوا اسبقوا اسبقوا، ابعد ابعد يا الدب. اوكي اوكي خلنا نجمع بعد الكراتين، لازم لازم بعد اركز على الكراتين، لازم على السباق وعلى الكراتين كلهم بسرعة. لا شوف شلون، والله اذكياء ما شاء الله عليهم، حاطين القنبله مكان صعب، يعني اني انا بقال اني باخذه، انا بقدر اخذه، المكان اصلا صعب حتى لو كان في كرتون يعني صد. اوكي اوكي ايوه امشي. اوكي اوه لا والله بغيت اخذ، بغيت ادور على ذاك الكرتون حق اللي عليه القنبله. لا 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 هالمره بداوا يصرون اذكياء شوي، بدا يحطون يعني مكان صح القنابل ذولا. اوكي 25، لا ابعد ابعد عنه هذا. اوكي شوي شوي يا صالح، وجمع الكراتين كلهن، لا تفوت شيء. كراش اسمع الكلام زين عاد. اوكي القنابل بعد عنهن. اوكي شكل هذاك الدب بعيد، شكل بعيد والله سبقته. اوكي خلاص جمعنا كل الكراتين، حلو حلو كل الكراتين فزنا عليه، باقي مرحله واحده بس خلاص. عاد هذه المرحله الاخيره مره رهيبه، حقت كوكو طبعا، مرحلة كوكو كوكو بنديكوت كمان كوكو، مرحلة تزلج مرة حلوة. ما هي بسباق طبعا، ما هي بسباق،
اوكي بس فيها كذا تفحيط، فيها هجولة. استغفر الله استغفر الله العظيم واتوب اليه. حاطين اشجار كريسمس، عيد الكريسمس، عيد الكفار، عيد الكفار هذا ما نعترف فيه، ما نعترف فيه، احنا مسلمين والله الحمد، احنا مسلمين ما نعترف بعيد الكريسماس ولا عيد الام ولا عيد الفطر وعيد مدري ايش، احنا ما نعرف الا عيد الفطر وعيد الاضحى بس، احنا مسلمين والله الحمد، عيد الفطر وعيد الاضحى هذا اللي عندنا. اوكي دوس يا صالح. الله بردقة. ادعس ادعس. الله لبس بردقة، لبس القناع، لبس اكو 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 اكو. شوف هذا ما يعرف يتزلد زين مثلي انا. ادعس يا صالح، هجول يا مهجول، حط رجلك ودوس. ادعس 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 ادعس. اوكي خذ الكرتون هنا، في هنا كرتون، ايوه في هنا بعد هنا كرتون اذكر، ايوه الحمد لله. راح بردقة، راح واحد بردقة، انا اصلا ما احتاج بردقة، انا اصلا لاعب محترف، خلنا اسوي سيف. اوكي ما احتاج بردقة، بردقة للاعبين النوبين المنوب، انا ما احتاجه، انا لاعب محترف، لاعب اصيل، لاعب خرافي، ما نبي مثل النوبات انا او النوبين، ما ادري والله جمع منوب. يا سلام لاعب محترف وعد الجوهرة حقت الفوز، تركها هالمرة باخذها، اخذتها الحمد لله الحمد لله اخذتها، لاني انا تعلمت من درسي. عادي عادي عادي، صحيح اني يعني شو اسمه قعدت اتفلسف واقول اني انا مرة محترف، لكن ما يخالف نتعلم نتعلم. اوكي ما اخذت الكرتون هذا بس مو مشكلة، اذا اخذت علامة التعجب الخضراء هذيك اللي تفجر الكراتين. اوكي ما اخذتها بعد عديت هذه. اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت. اوكي الحمد لله، ايوه هذيك اصلا ما هي قنبلة يا صالح، هذيك شو اسمه اللي تفجر القنابل. يلا اوكي الحمد لله جوهرة الفوز وجوهرة الكراتين، باقي الحرب الحين. طبعا بنحارب كورتكس، نفس الحرب اللي قبل نحارب كورتكس ونستخدم كرانش كأداة علشان نقتله. اوكي اي صح انا ما وريتكم الحركة ذي حقت كراش، اذا جاء كذا يدور يطبع على بطنه، شوفوا هذا هي. اوكي روح الحين بنحارب كورتكس، نفس الحرب اللي بالحلقة اللي قبل، لكن النهاية القصة تختلف، بيجي كذا مقطع بالاخير. اوكي اوكي خلاص نحاربه الحين، هيا بنا. كرانش صديقنا العزيز، بيصير صديقنا كرانش لكن بعد المعركة هذه، بعد المعركة هذه خلاص بيصير يعني طيب، هو بيترك الشر وبيصير مع كراش ومع كوكو، يصير حليل. خذ يلا يا كرانش، احضر الينا كورتكس، جيب الكورتكس عطوه بوكس، ايوه طيره، بقتله باربع طرق، بقتله باربع طرق، هذه الطريقة الاولى. يا اخي جيب شلون هذا اوكا اوكا يشيل يشيل كورتكس، يشيله مع ذنبه يا اخي. اوكي اوه حق الثلج استسلموا. اوكي اطرقت عليكم. اوه لا حق شو اسمه حق الحصان. اوه شلون عديتها انا ما ادري كيف. اطلق 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 على الكرانش، يلا اطلق على الكرانش، يلا جيب كورتكس جيب كورتكس. اوكي جاب كورتكس، هبا يا اخي انقز عليه. اوكي زحلق باخر لحظة يوم جاء هذا. اوكي اوكي بيشيله باخر لحظة. اوكي اوكي اوه رامز بيلعب بالنار، جانا رامز بيلعب بالنار، الحصى هالمرة. اوكي ادري حق اوه حق الثلج، هذا سهل يا اخي بس اقعد هنا وخلاص. اوه النار مرة ثانية، النار مرة ثانية يا اخي، على طول كذا ثلج بعد النار. اوكي اطلق عليه اطلق عليه، يلا يا كرانش احضر كورتكس، عطه عطه بوكس كذا طيره بيده اليمين يضربه طبعا. قل والله هبا يا اخي انقز عليه انقز انقز. اوكي بغى يشيله هذا اوكا اوكا، لكن انا على طول كذا سويت سيف بعد المرة في اخر لحظة ضربته. باقي مرة واحدة بس، جات هذه اللي تعلق، الالمنتر اللي تعلق. اوكي مين هالمرة؟ الحصى هذا. اوكي الحصى، رامز بيلعب بالنار المرة، رامز بيلعب بالنار. مين؟ ايه هذه سهلة، انا اصعب شيء احس انه حق الحصى اصعب شيء. او لا ثلج 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 هنا بس، هنا بس يا حلال اقعد. اصعب واحد هذا اصعب واحد، لا اهم شيء بس لين. اوه شلون انا ما مت؟ عجيب جمدني هذاك لكن انا ما مت، غريبة. الحمد لله الحمد لله عدت على خير. اوكي يلا 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 اطلق عليه اطلق عليه اطلق عليه الحمد لله.
ضربه واحده، باقي ضربه واحده الكورتكس ونفوز عليه ونطلع النهايه الثانيه. در بس هالمره، هالمره بس در، هذه بسيطه. يا اخي شوف شلون يشيله هذا، اوكا اوكا شوف شلون قاعد يدور، قاعد يدور الكورتكس. نفس الشيء يقول هل يمكنك ان تجعلني افوز؟ لا تغيرت. يقول هذا متاخر الان. عصب عليه. سوى ما ادري ايش سوى عاد. خلاص كرانت صديقنا انت، انضم الينا، انضم الينا. في موسيقى، استغفر الله العظيم. اوكي ما ادري والله عاد ايش اسوي بها انا. يقول هذا، يقول ليس هناك وقت لذلك. اوكي موسيقى خفيفه مو مشكله، اقدر يعني اقدر اعدل فيها. طيب قاعد يهاوشوا هذا معصب مره. مين ذا؟ هذه شو اسمه؟ كوكو. كوكو خلاص صار خوينا كرانت، صار صديقنا الحين، رجعنا كوكب الارض. خلاص صار صديقنا. هذا النمر. grateful to all of you. If it weren't for you I'd still be under the control of Dr. Cortex. قاعد يشكر انا. يقول شكرا لكم. يقول شكرا لكم لان انقذناه من كورتكس. خلاص الحين صار طيب، ما صار شرير. يقول ابنائي. يقول له حمقى. مين قاعد يهاوش؟ قاعد يطلق على كورتكس. يقول له احمق غبي قاعد يهاوش. عصب مره عليه. يقول انا بص انا بنتقم من كراش وبقتل كراش ما ادري ايش وش مسوي بكراش يعني كذا يتكلم عن كراش. هنا وصلنا لنهايه السلسله ذي يا شباب، اتمنى انكم استمتعتوا بها. طبعا انا ان شاء الله ببدا بسلسله تختيم لعبه كابتن ماجد اللي على البلاي ستيشن 1. لا تخافون برجع انا لكراش، لا تخافون برجع لكراش، لان ما شاء الله عليكم يعني الحماس في الكومنتات بلعبه كراش مو طبيعي ابدا. في ناس اذكر يقولون صالح احنا ما اشتركنا بقناتك الا علشان لعبه كراش، فما شاء الله عليهم حماس يعني مو طبيعي. فعلشان كذا انا بنزل مقاطع بعد ما خلص انا كابتن ماجد ابرجع انا لكراش، بسوي مقاطع للاجزاء الثانيه، حتى بعد بسوي سلسله تختيم لعبه كراش الريماستر اللي لعبه كراش بانيكوت انسين تريلوجي اللي على البلاي ستيشن 4 اللي الريماستر الثلاث اجزاء الاولى اللي على البلاي ستيشن 1. انا شريت بلاي ستيشن 4 علشان بالذات علشان اللعبه هذه، فانا متحمس. بتنزل ان شاء الله ب 30/6/2017 ان شاء الله، يعني تقريبا بعد 3 شهور تقريبا. ف يعني بسوي لنا ان شاء الله سلسله تختيم الجزء الجديد ذا. ايوه يا شباب، طبعا في ناس كثيرين اقترحوا علي، قالوا لي صالح ورا ما تلعب بالثلاث الاجزاء الاولى اللي على البلاي ستيشن 1 قبل لا ينزل الجزء الجديد هذا. طبعا انا ما ارفض فكرتكم، ما قلنا فكرتكم شينا، لا بالعكس والله الفكره مره حلوه، لكن ما دام اني انا ناسي المراحل فخلوا ازين اني انا ما اسوي عنها مقاطع الثلاث الاجزاء الاولى، علشان تصير رده فعلي اذا جيت انا اسوي تختيم الجزء الريماستر، تصير رده فعلي كاني اشوف المراحل اول مره وكان المراحل جديده، لان كثير مراحل انا ناسيهن. فايوه الشباب يعني خليه ازين ما اسوي عنها مقاطع علشان يعني تصير رده فعلي كاني العب اللعبه اول مره الجزء الجديد. ايوه لا تنسون الاشتراك بالقناه واللايك وفعلوا التنبيهات. كان معاكم صالح، مع السلامه.